السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مره اخرى. نتمنى نلقاكم كما العاده بخير وعلى خير. خوت اليوم غادي نتكلم معكم في هذا الخبر العاجل والحصري. رئيس الحكومه ديال سبته ومليليه يشتكون الى بيدرو سانشيز من المغرب، ويقولون بان الزياره اللي قام بها الباريس كانت بدون فائده وبدون نتائج، بان الحدود غالبا ما غاديش تحل. وغادي نوضح لكم التفاصيل واش هذا الامر هذا غادي يخلي بان الحكومه الاسبانيه تدخل مع المغرب في ازمه جديده، او لا اسبانيا ما غادي دير والو وغادي تخلي الحدود مغلقه. واش فعلا القضيه ديال الفيزا غادي تحيد من بعد التصريح ديال رئيس ديال مليليا، الرئيس ديال الحكومه ديال مليليا، يعني اللي راسل الان الحكومه الاسبانيه، وممكن بانه كيتكلم على انه غادي يراسل الملك الاسباني. غادي نوضحوا كل شيء بالتفاصيل واش هادشي غادي يكون عليه شي ضرر على الجاليه المغربيه والناس كذلك، اللي يعني الناس ديال تطوان ديال الناظور، واش صافي ما بقاوش يحلموا بعوده الامور الى ما كانت عليه. كل شيء غادي نوضحوا لكم بالتفاصيل. اذا الاخوان تنتوما ما تبخلوش باللايكات والبارتاج، راه الاخوان راه عجيب، راه تخيلوا بان عندنا تبارك الله فيديوهات كيوصلوا للمئات الالاف ديال المشاهده. نص اللي كيتفرج ما مشترك، ما كيدير جيم، ما كيفعل والو، حتى الاشتراك كاين بعض الناس ما دايرينهاش. حنا كنديروا معكم مجهود، كنتقاتلوا معكم، على الاقل اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، دعمونا بلايك باش تشجعونا نستمروا دائما في الافاده ديالكم. حنا دائما كنجاوب مصادر، كنجاوب دلائل، فما تبخلوش باللايكات ديالكم، الله يجزيكم بخير. اذا الخوت نبداو على بركه الله بالخبر اللي هو عاجل وحصري. رئيس مليليا بعد زياره الباريس الى الرباط، لا امل في فتح الجمارك التجاريه بمعبر سبته ومليليه من طرف المغرب. رئيس ديال مليليه خرج ووضح كل شيء، يعني كاع ديك الاخبار اللي راجت كاذبه وعاجل وكذا وهذا ما كاينش منها. والان خرج رئيس ديال مليليه كياكد، حتى الرئيس ديال سبته كيقول بان ما كاين والو، والفتح ديال الحدود الجمركيه ديال مليليه مع المغرب وديال سبته مع المغرب ما غاديش تكون، لان المغرب رافض. وقالوا كنا كنتسناو زعما الباريس يهبط يدير شي حاجه ساعه والو. غادي نشوفوا بالتفاصيل. اعرب رئيس مليليا خوان خوسي امبرودا عن تشاؤمه بشان امكانيه فتح الجمارك التجاريه بمعبر سبته ومليليا من طرف السلطات المغربيه، حيث اعتبر ان الزياره التي قام بها وزير الخارجيه الباريس خوسي مانويل الباريس الى الرباط يومي الاربعاء والخميس لم تؤدي الى اي نتيجه في هذا المجال. قال لهم الباريس رابط ما صور والو من المغرب، ما جابنا حتى شي موافقه بان المغرب غادي يفك علينا هذا الحصار الاقتصادي ويفتح الحدود مع سبته ومليليا. وقال رئيس مليليا انه لا يوجد اي امل بشان فتح الجمارك التجاريه. فين هو الخبر عاجل وكذا وقول وزير الخارجيه ما لم يقل؟ فين هو؟ والسيد كيقول لكم ما كاينش امل بان تحل. علاش؟ لان المغرب خسر ملاير من نهار تسدات الحدود في 2018، المغرب خسر ملاير في الفنيدق. المغرب عنده كاس العالم، عنده الان خصو الصوره ديال المغاربه تبان مزيانه، ما يمكنش يعاود يفتح الحدود بهذيك الطريقه، يعني ديال النساء كيهزوا الثقول وكيديروا التهريب المعيشي وكذا. وزير الخارجيه ناصر بوريطه قال لهم ما يمكنش هذه الصوره هذه ترجع، يعني التهريب المعيشي والناس اللي كانوا باغيين يرجعوا يخدموا في ذاك الشيء ما يمكنش، حسب التصريح ديال وزير الخارجيه بوريطه. وكذلك هو السيد يعني ديال مليليه كيقول لك راه والو، ما نساو عليكم الحدود، يعني لا تحلات تحل غير بطريقه ديال العبور الاشخاص، اما البضائع وداك التهريب وداك الناس تدخل وتعيش من تما وتخرج حتى طاره وداك الشيء ما بقاش. حتى الحكومه المغربيه راه منعت حتى الجاليه تدخل، يعني الافرشه المستعمله والتلفازات والثلالج وما كانت الصابون المستعمله، فما بالك غادي يخليوه سبته ومليليا يدخل من هذاك الشيء وترجع الامور لما كانت عليه. ما كاينش هذا الشيء الخوت. عاد نجيكم للفيزا ونوضح لكم، راه كاين اللي سمع بان الفيزا غادي تحيد، راه شحال ما تحيد على اسبانيا، ماشي ما كيوضحوش حتى الناس راه فيزا غادي تحيد على سبته مثلا، متفقين؟ يعني هذا الشيء بزاف ديال الجرائد فتم كيكتبوا هذا الشيء، بزاف ديال في اليوتيوب في التيك توك سمعت بزاف ديال الناس كيتكلموا على هذه الامور. واخا الخوت، وفي اشاره الى اسبانيا واوروبا بدل المحاول المستمر لاعاده الروابط الاقتصاديه والتجاريه مع المغرب منذ ايقاف حركه تنقل البضائع في سنه 2018. قال لهم الحل دابا هو اننا ننتجوا نديروا التبادل، ننتجوا الاقتصاد ديالنا يركز على اسبانيا وعلى الدول الاوروبيه، نساو المغرب، لان سبته ومليليا كانت عايشه مع المغرب، راه كانوا اغنياء غير بسبب داك التهريب المعيشي وداك السلع اللي كانت كتخرج للمغرب، داك الشوكولاط وداك المزافيل وداك المشروبات وداك باستا وداك الشيء كامل اللي كان كيخرج، دوك الحوايج وداك الشيء كانت كتخرج من سبته ومليليا كانت كتهبط للمغرب.
يعني كانوا الناس ديال 600 كانوا عايشين من هذا الشيء. الان قال الحكومه ديال هذه المدينتين قالوا راه صافي راه قطعنا الياس من المغرب، خاصه كانوا كيتسناو الباريس في الزياره الاخيره زعما يجي معاه القرار ديال فتح الحدود تسعه والو. الباريس هو قال حنا مستعدين، هذه سنتين وحنا مستعدين باش نفتحوا الحدود، لكن المغرب هو اللي ما بغاش. واضاف ذات المسؤول الاسباني بانه كان يتوقع ان زياره الباريس الى المغرب لن تعطي اي نتائج ملموسه بشان فتح الحدود الجمركيه بمعبر سرتوم لليم، مشيرا الى ان العمليات التجريبيه التي تم تنظيمها في المعبرين خلال الشهور الماضيه كانت مجرد سمعوا كانت مجرد مسرحيه مضحكه حسب تعبيره. هذا يعني الرئيس ديال المليليا كاعي جا كيدوي قال لهم راه كاع داكشي اللي كنا كندير ديك التجارب معاهم في الحدود وكنا كنطمعوا زعما باش تفتح الحدود، صافي الاخير بان داكشي كامل راه غير مسرحيه مضحكه، راه عمر غادي تحل الحدود المغرب ما غاديش يفتحها معنا كيف ما كانت. يعني السيد صافي وضحت ليه الرؤيه كما نقولوا قطع الياس، داكشي علاش الان هو كيشكي على رئيس بيدرو سانجي وكيشكي حتى على الملك الاسباني. ومن جهته كان وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه قد صرح اول امس الخميس في ندوه صحفيه التي جمعته بنظيره الاسباني بان المغرب ملتزم بتنفيذ البنود اتفاقيه خارطه الطريق مع اسبانيا ومن ضمنها الجمارك التجاريه في كل من سبتهم ليلي. ولكن راه قالها بوريطه راه ذكي، راه قال لهم حنا ملتزمين وحنا سنينا معكم قلنا لكم افتحوا معكم الحدود الجمركيه، ولكن صعيب باش ننفذوها، خص دار واحد اللجنه اللي تحاول ما تضرب الاقتصاد الوطني المغربي لا تضرب ب 60 مليار وما تضرش حتى بصوره المغرب. فاش قال صوره المغرب قال التهريب المعيشي وقال ديك الصوره ديال النساء المغاربه اللي كانوا كيهزوا، قال لهم داك الشيء ما عمره خصو يرجع، لان حنا الان مقبلين على المغرب خصو غادي يتحول. المغرب الان تفرضت عليه التنميه، المغرب الان تفرضت عليه انه ينقي صورته، تفرضت عليك عندك كاس افريقيا، عندك كاس العالم للانديه، عندك كاس العالم المشترك ديال 2030، عندك يعني الان تفرضت عليك اصلاحات الا بغيتي تنجح حتى التظاهرات اللي انت قلتي لي معطوني، انت اللي مشيتي قلتي لي معطوني كاس افريقيا، انت اللي قلتي لي معطوني كاس العالم للانديه، انت اللي قلتي لي معطوني كاس العالم غادي يجي لعندك للمغرب. اذا انت خصك تحمل الان بانك خصك تنقي صورتك في جميع يعني المجالات، من ضمن هذاك التهريب المعيشي ديال النساء هازين وكيدفعوهم وكطيح حمراء هازه 100 كيلو ولا 300 كيلو وكطيح ما كتقدش تنوض دو عفطوا عليها، راه كتصور في الحقيقه صعيبه. فقال لهم يعني بوريطه راه ما يمكنش نرجعوا لهذا الامر، هذا راه لا يعقل، غادي نفتحوا معكم الحدود لكن قال لهم بطريقه يعني بالتالي فاش تفتح ديال المعابر راه كان مفتوح راه بنادم كيدوز، ولكن الجمركيه باش تدوز السلع صعيب باش يفتحها معاه. ويبدو ان تصريحات وزير الخارجيه المغربي بشان المعبرين الجمركيين لم تقنع العديد من الاطراف السياسيه في اسبانيا من ضمنهم رئيس مدينه مليليا الذي يعتقد ان المغرب لن يفتح المعبرين الجمركيين منتقدا ما وصفه بضعف الحكومه الاسبانيه المركزيه في الدفاع عن مصالح اسبانيا لدى المغرب. دابا دخلوا طلعوا عرض لانه هو اصلا من الحزب الشعبي، يعني الحزب المعارض ديال سانشيغ اللي حاكمين سنتو ميليا، قال لهم حنا شكون اللي يعني منقص منا وكذا، هو الحكومه ديال اسبانيا ديال سانشيغ هي اللي ما كتدافعش علينا وما كتدافعش على سبتو ميليا وما كتدافعش على المصالح ديالنا، حنا الان محاصرين اقتصاديا من طرف المغرب، خصنا نرجعوا الرواج اللي كان عندنا مع المغرب، اسبانيا ما كتدافعش علينا حسب التصريح ديالو. اذا الخوت هنا جينا نوضحوا واحد القضيه، اما فيما يخص الفيزا نشرح لكم الفيزا قبل شحال هادي الناس ديال تطوان والناظور عارفين، ما كنشرحش لكم، غنشرح للاخوه اللي كيتفرجوا لان شافوا بعض المغالطات في قنوات اخرى ولا هذا. ناس ديال تطوان كانت كتدخل للسبته غير بالباسبور، غير بالباسبور كتدخل للسبته. انا الا كنت من كازا وبغيت ندخل للسبته كان خصني نطلب واحد الفيزا خاصه ديال دخولي الى السبته، ماشي ديال شينغن، شينغن كتخليني ندخل للسبته، ولكن الا بغيت ندخل غير للسبته بوحدها كنطلب واحد الفيزا من نوع خاص. هادشي قبل الناس ديال تطوان، الناس ديال الناظور، ديال الناظور كانوا كيدخلوا غير بالباسبور المليليا، الناس ديال تطوان كانوا كيدخلوا غير السبته بالباسبور. ملي المغرب شد سد معاهم في 2018 بالازمه ومن بعدها يعني كورونا الى اخره وبقى هادشي مستمر ليومنا هذا، هذه تقريبا واحد السنه الحكومه الاسبانيه ولا الحكومه ديال المدينتين اكد طرحوا واحد القضيه ديال ان ما غادي يبقى يدخل عندنا حتى شي واحد، وخاصه بعد الازمه ديال فاش جمعوا عليهم الموازيرين قالوا ما غاديش يبقى يدخل عندنا حتى شي واحد حتى من المدينه ديال تطوان حتى من الناظور الا
بفيزا حتى هما خاصه بهم، يعني انت ما غادي تولي تفرض عليهم فيزا مش غير بالباسبور تجي تقول لي انا ساكن في تطوان ودخل، لا فتفرض عليهم هذه الفيزا. الان الناس اللي خرجوا كيقولوا ربي ان الفيزا غادي تحيد، حتى واحد ما قالها لا الباريس لا بوريطا ولا رئيس الحكومه ديال المليليه ولا ديال سبته، ديال المليليه وديال سبته كياكدوا على ان الفيزا غادي تبقى وخاصها تبقى باش تنظم الناس ويعرفوا شكون الداخل وشكون الخارج ويعطيو التصاريح هما قبل ما يجي الواحد عند من الحدود، متفقين؟ يعني هما قالوا الفيزا غادي تبقى. اما الاخوان اللي راسلوني وقالوا لي وصيفطوا لي بعض شي مقاطع وكذا، اخويا مصطفى واش فعلا راه خبر عاجل ومفرح بان غادي تحيد الفيزا الدخول لاسبانيا ولا الدخول لسبته؟ قال لك يسحب ليه بان الدخول لسبته مع تبع الاسبانيا راه ممكن انه يدوز لاسبانيا، لا الخوت راه واخا دخل لسبته اول حاجه واخا دخل لسبته ما عندكش حق تدوز لاسبانيا الا ما كانش عندك فيزا ديال شنغن ولا عندك الاقامه. ثاني حاجه الناس اللي تكلموا على ان ممكن تحيد الفيزا راه ما تحطش في راسك بان الفيزا ديال اسبانيا ولا ديال شنغن ديال الدول الاوروبيه، فيزا اللي كان ممكن انها زعما تحيد وترجع الامور الا ما كانت عليه الناس ديال تطوان الناس ديال الناظور بالنسبه لهم الدخول الى سبته والدخول الى مليليا. ماشي انت اخويا اللي كاين في مكناس واللي في فاس مراسليني كتقولوا لي راح نسمعنا خبر مفرح وعاجل بان غادي تحيد الفيزا على 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 فيزا على اسبانيا ولا على سبته، وسبته مادام تابعه لاسبانيا حنا غادي نمشيو ندخلوا تما وصافي حنا في اسبانيا. هذه لا اساس لهم الصحه وهذه ما تخيلوهاش في عقلكم، راه ما كاينينش. انا الخوت كنجيو نوضحوا لكم بكل شفافيه وبكل موضوع، راه ما كنبغيوش نجيو نهضر، كنجيبوا المصادر كنجيبوا الاخبار كنجيبوا هذا حتى كنبحثوا عاد كنجيو. ممكن نديروا 100 فيديو في النهار ولكن لا كنحاولوا اننا نديروا فيديو فيه معلومات صحيحه افضل من 100 فيديو ونرتجلوا الى اخره. فنتمنى نكون وضحت لكم هذه الامور هذه. السؤال الاخير، واش هذا الامر هذا ممكن انه يشكل يعني توتر في العلاقه المغربيه الاسبانيه؟ لا اظن، لا اظن، لان كما قلت لكم وقالتها الباريس قال بان اليوم مفروض على العلاقه المغربيه الاسبانيه ان تبقى دايره هكا. علاش؟ اسبانيا ماشي في صالحها الان تخاصم مع المغرب لعده مسائل، كيتعاون معها امنيا حاملها الحدود عنده معها ملف مشترك العالم الان كيراقبهم ديال 2030 ديال كاس العالم خصهم ينجحوه، المغرب غادي يعطي ملفات كبرى ديال البنيه التحتيه وديال الشركات، المغرب الان غادي ينوضي يدير واحد التنميه كبيره باش يوجد راسه 2030، ما غاديش يعطي للشركات الفرنسيه عهد ووعد الشركات الاسبانيه هي اللي غادي تدخل، اذا الملايير ثم الملايير غادي تعطى للشركات الاسبانيه، اذا اسبانيا ماشي في صالحها بسبب سبته مليليه اللي غادي تخاصم الان مع المغرب، ما يمكنش. يعني العلاقه الان المغرب لاسبانيا ولا محكوم عليها ومجبورين على انهم يعني تكون عندهم حسن العلاقه ويكونوا متحدين في جميع المجالات. الان ما بقاش عندهم فين انا كتقول انت غنسد عليك وقطع عليا وقطع، لا لا لا، الان عندنا مجبرين حنا امام العالم باش نكونوا يعني عندنا علاقه مزيانه، فاذا ما تخافوش من هذا الامر هذا. اذا الاخوان نتمنى نكون وضحت لكم هذا الخبر هذا، احبكم في الله، كان معكم اخوكم مصطفى البردي، الى اللقاء. الا كانت شي مستجدات ان شاء الله بالدلائل وبمصادر نجيو نفرحوكم، لكن مادام هذا هو المصدر وهذا هو الخبر الرسمي نجيو نوضحوه لكم وما نخليكمش مغشوشين. الى اللقاء.